السيرفر بتاعنا عبى اكثر نمبر بتاع بلاير هو 465. يا تحكيوا بجدكم لولين. عسلامة ومرحبا بكم شباب. اول حاجة حبيت اقولها لكم هذوما احسن كومنتات جاونا في الفيديو اللي فات. مرسي لولاد على الكومنتات نتاعكم. اذا انت جديد تتفرج فينا ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب وتنزل على اللايك باتن. ومرحبا بك في الشين امتعنا نهبطوا فيديوهات اير بي. تدخلوا للديسكورد بتاعنا اللي نعملوا فيه برشا ايفنتوات مزيانين تلقاوهم موجودين كيما الايفنت نتاع اليوم تلقاوه موجود في الديسكريبسيون. بالنسبه للايفنت نتاع اليوم هما اسئله على السيرفر بالكوات اللي برشا منكم باز يعرفوه واللي ما يعرفوش بيسالش لو يتعرف عليه اليوم. الايفنت دلوله على الاخر ولاد كل عجبتهم الناس الكل تحبنا نعاودوها بقدره ربي. كان عجبتكم وكان ريت الفيديو هذا 250 لايك نعاودوها في اقرب وقت ان شاء الله. دونك الناس الكل حابه تعمل تحط اللايك وتحط السبسكرايب تحط لنا كومنت مزيان كيفا. ويلا تويك خلينا نبداو في الفيديو نتاعنا. يلا حضروا روحكم الناس كل تحضر روحها. بسم الله تويكا باش تطلع صح كيما تشوفوا قدامكم انا دير بي تويكا باش يبدا التحدي. 3 2 1 يلا تو باش نبدا. اول سؤال هو وقتها تحل سيرفر نيو لايف في رول بلاي 2018 ولا 2019 ولا 2020 ولا 2021؟ الناس كل جاوب. يلا عندكم 20 ثانيه. 2018 ولا 2019 ولا 2020 ولا 2021؟ يلا اللي جاوب. اللي ما جاوبش يجاوب لولا. اللي ما جاوبش يجاوب راه ينزل على اي مربع في اي في ساعه. 2019 15 غلطين يا رسول الله. به 2019 جابوها صحيح. تويكا باش نراو شكون الاول حد الان حد البدايه هذيا شكون الاول في القائمه. به الخمسه الاوائل. الاول هو فينوم، الثاني اياد، الثالث نخلي، الرابع بلاك، والخامس اللمعه. به اللي ما ظهرش في البلاك معناها راهو جاوب ريتار شويه دونك يحاول يزرب روحه. ويلا نتعداو للسؤال الثاني. السؤال الثاني هو فري فو سيرفر نيو لايف رجع عنده شهر نعم ولا خطا؟ ذري ولا فو معناها اسكا عنده شهر ولا عنده اقل؟ اذا عنده اقل اعمل فو، اذا عنده شهر كامل من اللي رجع انت اعمل وقت ذري على الروح. هل فينوم مازال في الصداره ولا ما مازالش؟ واح ذري 26 ذري لولات سيرفر رجع عنده جمعتين وشويه لولات لولات شبيكم لولات سيرفر رجع عنده جمعتين وشويه راه يهديكم رب. ثرية اللي طلعوا توا جدد دونك نواصلوا سويفون. يلا السؤال اللي بعده يلا فيقوا. اكثر نمبر نتاع بلايرز عباه سيرفر نيو لايف هو قداش؟ 402 ولا 365 ولا 502 ولا 465؟ بالكابتور هذايا التصويره ديجا موجوده 46 ريبونس ديجا سجلتهم. به دونك 47 ريبونس. السيرفر نتاعنا عبى اكثر نمبر نتاع بلاير هو 465. يا تحكيوا بجدكم لولين. يا 26 حطوا 365 والله عرفتها باش تغلطكم هذيا والله. دونك اللي جابوا هما 8 كوبر جوليا 8 اللي جابوها شابو ولا شابو شكون هما 8 سانفور والقعد السكوربورد هو نفسه جوست سانفور طلع ملا صاحبي سانفور. به سانفور 2599 نقطة، بلاك 1800، نخلي 1800، سيسكو 1800، جون 1700. ونعملوا سويفون السؤال اللي بعده. والسؤال اللي بعده يقول غبت مدة على الفيديوز في اليوتيوب. أنا غبت مدة على الفيديوز السام في اليوتيوب قديش المدة هذه؟ اسكو شهر ولا جمعتين ولا شهرين والا ثلاثة جمع على فيديوهات السامب؟ الكل جاوبته بون اما ان شاء الله تطلعوها. فيديوهات السامب مش فيديوهات بصفة عامة. غبت انا شهرين شهر حطيني عندي قلتها في اخر فيديو ديجا قلتها في اخر فيديو عندي اكثر من شهرين ما هبطتش على نيو لايف. لو تعبين انتم صعبت لكم صحيح شوية الاسئلة ما تعبين انتم. خويا سويفون وشكون يقعد عندنا الاول؟ بلاك رودريغو ما شاء الله على صاحبي بلاك والله كاسح والنخلي زاد كاسح سنفور كاسح اوليفر طلع ومنتب جاوي منتب جاوي زاد طلع جديد. به السؤال الخامس تويك الاولاد على دوبل بوينت معناها على زوز بوينت عوض ماك باش تاخذ 1000 عوض ماك باش تاخذ 1000 نقطه باش تاخذ 2000 دونك ركزوا في السؤال هذا. يلا ركزوا ما تتسرعوش. دوبل بوينت فيديو امس اول واحد اعطيته كادو شنو اعطيته؟ اسك اعطيته هاوس ولا في بي كار ولا شوب ولا فلوس؟ فيديو امس اول انسان شارك معنا اربح هاوس يا رسول تستحقون تسويقه. 41 جابوها صحيح
5 8 10 جابوها غلطين، 41 جابوها صحاح. جي تكون سكور بورد ما تبدل جملة. يلا تيوف بلاك رودريغو 4700، نخلي 4600، سنفور 4500، أوليفر 3700، ومونتا بجاوي 3700. به نتعدي سويفون فري وفو. من اللي تحل السيرفر هو اسمه نيو لايف وعمره ما تبدل فري وإلا فو. صحيح انه السيرفر من اللي ما تحل عمره ما تبدل اسمه، وإلا غلط تبدل اسمه مرة ولا مرتين ولا ما نعرفش. نجمو تجيبو 3 2 1، السيرفر عمره ما تبدل اسمه من اللي تحل، و 12 واحد جابوها غلطين، 37 جابوها صحاح. اللي يعرف المعلومة اوكي يعرفها، واللي ما يعرفهاش نجم يكون تعلمة جديدة على السيرفر ما يشمش تفيدو صحيحة ما نسيتش. بيه نتعدو اسمي فون السكور بورد قاد هو نفسه جيست. السنفور سبق النخلي في الإجابة، سنفور سبق النخلي في الإجابة. بيه تيبون في تيبون في البلي جرو كومبو افيك اربع. بيه تيبون اربع روندات ورا بعضهم ما خسر حتى دونك تيبون جايكم بهربي. بيه السؤال اللي بعده، نحن توا في السيزون قدام، نحن توا في السيزون 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7؟ وبعد 3 2 1، والإجابة هي احنا توا في السيزون 6. في السيزون 6 مش 4 يلو ليك يح 15 في الكاتر عليه 15 و7 و2، دونك 9 مع 15 ولو 24 جابوها غلطة و27 جابوها صحيحة. به نعملو سويفون ال صار في سكور. به بلاك رودريغو رجع الاول، منتب جاوي طلع الثاني، جون وينستون الثالث، سانفور الرابع ولا، والسيربون ولا الخامس اطلع الخامس، والباقي كلها اجبون كلها تحت. دونك توي كان عنده السويفون، والسؤال اللي بعده زاد فري ولا فو، تي تشد هيلبر قبل في السيرفر صحيح ولا غلط؟ نورمالمون المعلومه هذه اكثريتكم يعرفوها، يعرفوا اللي انا شديت هيلبر ولا ما شديتش الله اعلم، يعرفوا ظهر لي اللي السيرفر والله جاوبت فخير ما نشعر والله جاوبت فخير ما نشعر يوح 26 خلو فوق انا تشديت هالبر راني قبل في السيرفير قبل ما ناخذوه معنا تشديت هالبر في السيرفير وقتها زادا كان اسمه نيو لايف. دونك السؤال فري دونك ظالم فرشة ما طيب باش تتبدل اوه فانك طلع ثاني، بلاك رودريغو مازال الاول يا اخوي ما شاء الله يا بلاك رودريغو حافظها الدنيا، اوليفر طلع الثالث، منتب جاوي ولا الرابع، والتيبون طلع الخامس. نتعداو للسؤال اللي بعده، والسؤال يقول باش تمشي للسيف لازمك ليفل 18 ولا 19 ولا 20 والا 21 باش تمشي للسيف. سؤال سهل يعتمد نورمالمون على السرعه، ما نظنش كان برشا باش يغلطوا فيه، ومن بعد 10 ثواني باش نعرف الاجابه وباش نعرف شكون اللي جاوب صحيح وشكون اللي جاوب غلط. دونك 4 3 2 1، والاجابه هي الليفل لازم يكون 18 و43 جابوها صحيحه برافو. 7 من الناس غلطوا، عندهم الحق يمكن ينجموا يكونوا جدد على الموضوع، نعذروهم. دونك توا نعملوا السويفون والمعطيات في عندنا اوليفر طلع الاول، مونتا ولا الثاني، بلاك ولا الثالث، والتيبون ولا الرابع، وسانفور ولا الخامس. يا رسول الله نعملوا سويفون، والسؤال اللي بعده يقول دوبل بوينت على دوبل بوينت، شكون اقدم ادمين في سيرفر نيو لايف مازال موجود معنا لتو، كيرا ولا ماسي ولا محمود ولا جزاز؟ سؤال نورمالمون 50% منكم يعرفوه و 50% مش يجيبوه غلط نورمالمون، والله اعلم. اولدر ادمين، اكثر اقدم ادمين، اكبر ادمين معنا في السيرفر قاعد تو هو كيرا والا ماسي ولا محمود ولا كزاز. الادمين هو سي ماسي. يو عرفتهم عرفتكم باش تجيبوها كثرتكم غلطه، 26 و6 32 جابوها غلطه، و 18 اكهو جابوها صحيحه. نتحديهم نورمالمون معطيات باش تتبدل. يا رسول الله تيبون ولا الاول، السنفور الثاني، كوكا طلع الثالث، فانك طلع الرابع، وغسام اطلع الخامس. مازالوا 5 اسئله كاو ولاد، 5 اسئله كاو، ركزوا فيهم فري وفوق، واخر سؤال فيه دوبل بوان دوبل بوان، دونك ركزوا. به نعملوا سموفون، والسؤال هذا فري وفوق يقول اول سيرفر عربي دخل ميكرو هو نيو لايف صحيح والا غلط؟ الناس الكل تجب تجاوب 3 2 1، واول سيرفر عربي دخل ميكرو هو نيو لايف، معلومه صحيحه ونورمالمون الناس الكل 14 ما يعرفوه. شباب اول سيرفر عربي دخل ميكرو هو نيو لايف،
ونورمال مون الناس كل تعرفها نورمال مون. باه نتعداو السكور والسنفور طلع الاول، كوكا ولا الثاني، التيبون ولا الثالث، بيكر طلع الرابع، واوليفر رجع الخامس. باه مازالوا أربعة أسئلة، مازالوا أربعة أسئلة. أنت عندي السؤال اللي من بعده فري وفو، كل دو سيمين فما أدمين ميتينغ قارة، صحيح وإلا غلط؟ إسكو كل جمعتين تراو فما أدمين ميتينغ قاعدة تصير، صحيح وإلا غلط؟ فو 20 جابوها غلطة. باهي شباب، ما فماش أدمين ميتينغ بالضرورة تصير كل جمعتين، كل ما نراو ثم تقصير من الأدمينات ولا ثم مشكلة في السيرفر يصير أدمين ميتينغ وقعه. دونك اسكو يفون اسكو نطلع الاول، كوكا طلع الاول، سانفور ولا الثاني، تيبو ثالث، اوليفر ولا الرابع، ومنتا ولا الخامس. فيديو امس الطفل اللي ربحها وستطلب معها كرهبه والا فلوس والا جراج والا قطعه ارض اللي هي لاند. الفيديو اللي البارح طلب جراج، الفيديو اللي البارح طلب جراج، اللي البارح البارح ربح هاوس فيديو امس، حب معها كرهبه ولا حب معها فلوس ولا حب معها جراج ولا حب معها لاند؟ نورمال مو حتى بالاقل تنجم تعرفها. السيد اربح وطلب معها جراج، جراج دولاد لا كرهبة ولا فلوس ولا قطعة أرض، اطلب معها جراج. به اسويفون اسويفون شنو عنا، ويتيحوا اوليفر ومنتا ويطلعوا في بلايسهم النخلي ومؤمن. مازالوا زوز أسئلة، زوز أسئلة. السؤال الأخراني عليه دوبل بوان، معناها مهم، دونك ركزوا. زوز أسئلة أخرانيين عنا، السؤال هذا قديه فما من أدمين في السيرفر؟ أكثر من 10 أدمينات ولا أكثر من 20 ولا أكثر من 30 ولا أكثر من 40؟ قديش فما من أدمين حسب آرائكم أنتم المتواضعة في السيرفر؟ إسكو أكثر من 10، أكثر من 20، أكثر من 30 ولا أكثر من 40؟ السيرفر فيه أكثر من 20 أدمين، السيرفر تقريبا فيه 24 أدمين ما أكثرش، يمكن توا دخلوا، حتى اللي دخلوا في بالي ما يوصلوش 30، دونك السيرفر توا حاليا فيه بلس 20 أدمين. نتعداو سويفون وطلع وطلع، أوليفر طلع الثاني، نخلي طلع الأول، كوكا الثالث، منترجع الرابع، ومؤمن ولا الخامس. أخر سؤال وعليه دوبل بوان، السؤال هذا مهم والسرعة مهمة، والسؤال حسب ما نتفكر راهو ما هوش فريفو، معناها ركزوا. السؤال راهو يحتاج التركيز، أنا نتفكر السؤال بالطبيعة. عليه دوبل بوان، والسؤال بشي يبدأ بعد 3 2 1. نعملوا سويفون، أقرأوا السؤال منيح. دوبل بوان، اي بي سيرفرنا هو samp.ulifrlp.me 7777 ولا samp.ulifrp.ru 7777 ولا samp.nlrp.me 7777 ولا samp.ulifrlp.me 7776؟ السؤال هذايا الحقيقة انه يدخلك معك شوية. وبعد 3 2 1، 38 جابوها صحيحة، جي 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 بيبي. 5 4 9 3 12 12 جابوها غلطين. نعملوا توا سويفون وباش نراو شكون الثلاثه الاوائل واللي ربحوا معنا هاوس وكرهبه و500 فلوس. وبسم الله نعملوا سويفون البوديوم. عندنا الشخص الثالث، الثالث هو اوليفر، اوليفر مبروك عليه 500 كا. الثاني هو مؤمن دنيا، ربح معنا 2 كا، مؤمن ملا صاحبي مؤمن. والاول الاول 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 هو النخلي، ما شاء الله على صاحبي النخلي. دونك النخلي والرابع والخامس هو بلاك وفريستو، مبروك عليهم ان شاء الله المره الجايه، جود لك المره الجايه. مبروك مؤمن، ربحت معنا كارب بي بي اللي تحبها انت، اوليفر ربحت معنا 500 كا، ونخلي ربحت معنا هاوس.